دكتور، نتحدث عن تفاصيل مهمة اليوم. المتغيرات اللي طرأت على كل البلدان العربية، قبل كانت هناك لجان لتقييم وتحكيم في كل المجالات في كل التخصصات، اليوم أصبح الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونسب وعدد المشاهدات هم اللي يقيمون أعمالهم بيها. ممكن يقدم محتوى سيء بإسفاف، بإساءة، بإفساد للذائقة العامة، يقول لك أنا شخص ناجح لأن ماكو غياب الرقابة والرقيب ولا أحد يستطيع إيقاف هذه المواقع أو المحتوى. شلون ممكن نتعامل ويا صناع المحتوى السيء؟ هو دائما أنا بصفة يعني أستاذ جامعة بأدعو للأورنس، التوعية. أي مشكلة بتقابلنا من السوشيال ميديا، لو أنا عندي بدي توعية للشباب من صغرهم، استفيد إزاي استفيد من الحاجات الكويسة وتجنب الحاجات الرديئة، احنا هنبقى مطمئنين على شبابنا، وخصوصا زي ما حصل مع الاحداث الاخيره والبنت اللي انتحرت والكلام ده. لكن لو عندهم توعيه الاهل، الاسره كان عندها توعيه، الشباب عندهم توعيه، هيقدروا يتجنبوا المشاكل اللي ظهرت نتيجه الاحداث اللي بتحصل، ونتيجه ان في ناس تقول كلام، الكلام ده انا ما اضمنش اذا كان هو كلام صحيح او غير صحيح، هل هو يعني اخلاقيا التنمر والتخويف والابتزاز كل الوسائل دي انا بحاول اتجنبها بالتوعيه. عشان كده ده يمكن انا من اهم مبادئ عملي، ان احنا لازم ندي توعيه على كل المستويات، من اول طالب ممكن نقول عليه طبعا حتى الاعدادي لغايه طلبه الجامعه لغايه الخريجين. يمكن عندي 14 مركز تدريب بيشتغلوا في التدريب على السايبر سيكيورتي وعلى وسائل حماية الشباب من المشاكل اللي بتحصل نتيجة عدم اهتمامهم وعدم درايتهم بخطورة وأهمية السايبر سيكيورتي أو الإنترنت أو وسائل التعامل معها أو حتى وسائل التعامل باستخدام الموبايل. كل وسيلة من وسائل الميديا المختلفة ديت، كل يعني في منها كويس وفي منها الوحش، في منها الضار وفي منها زي ما بيقول الصالح والطالح. وبالتالي لازم عنده هو اويرنس، لازم يكون عنده وعي، ولازم يكون فاهم ازاي يتجنب ان هو ينخرط او ان هو يعني يغرز او يقع في احد هذه الوسائل السيئه. طيب تمام، لانه كمان في البسطاء اللي هو بس مجرد عنده تليفونه او 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 تاب بسيط او يعني متعرض للانترنت بشكل خفيف، فبيلاقي نفسه دخل في مجموعات، وبالتالي هو بيكون متابعين واعداد كبيره جدا لناس مؤثرين، مش بالضروره يكونوا مهمين قوي، لكن الناس دي كمان بتبقى حريصه انها تعمل مجموعات، يبقى عنده اكبر مجموعات، وهنا بيدخل الهاكرز على المجموعات الكبيره، يعني بيحصل برضو اختراق ليها. ازاي الناس تقدر تامن نفسها من هذا الاختراق يعني، او يعرف انه تم الاختراق؟ هو موضوع الاختراق ده اصله موضوع شيق وفي نفس الوقت صعب شوي. أنا عشان أخترق مؤسسة أو أخترق جروب، أي جروب يتعمل لازم يكون عنده وسائل الحماية. لو أنا عندي معلومات مهمة يبقى لازم أجيب وسائل حماية زي ما كنت بقول مكلفة. ليه؟ عشان المعلومات اللي عندي دي أنا مجمعها وعامل عليها دراسات وعامل عليها ابحاث، يعني مثلا تتحط في فايل والفايل لوكد ومش اي حد يستخدمه، مش اي حد يستخدمه، يستخدمه اللي مسموح له بس ان هو يستخدمه. ممكن قوي ده بالنسبه لعامه الناس، غير طبعا المؤسسات ليها سيستم تاني خالص. فعامه الناس لازم يكونوا عندهم اولا ما يحطش معلومات تكون ليها تاثير سلبي عليه، يعني زي الصور اللي كنا بنتكلم عليها. ايوه، ناس بسيطه تحط صورها، ناس بسيطه تحط صورها. انا كنت زمان كنت اول ما كان في حد تيجي يصور يعمل سيلفي يروح عامل بقه كده وعامل ليهم اشكال كده غريبه. انا اكتشفت ان دي ميزه خطيره. انا اكتشفت ان دي ميزه قويه جدا. ليه بقى؟ ال- 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 البنت اللي انتحرت هم خدوا صورتها، خدوا وشها وحطوا عليها صوره واحده ثانيه بحيث انها تبان انها بشكل سيء يعني. لكن لما هي اللي عملت، لو كانت عملت وشها كده ولا عملت كده زي ما هم بيعملوا كان مش البطه، مش هي خلاص. فعشان كده بينبهوا دايما الناس اللي هم العلماء في هذا المجال، بينبهوا بيقول لك ما تحاولش تعمل لنفسك صوره سيلفي بالوجه، يعني ان شاء الله هتعملها من الجنب، اعملها بشكل معين باي شكل بحيث كامله الملامح يعني. بالظبط، ما تشغلش ملامحك كامله،
وما تحطهاش على انت مش محتاج تحط ملامحك بالتفصيل قوي على النت يعني. لما واحد مش عروسه مثلا عايز تتجوز تروح حضر بالتفصيل هيلبسوها مصيبه.